لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله الكرام. اللهم نتوكل عليك تمام التوكل، وبك نستعين في أمورنا كلها، ونحن لا نخل بواجباتنا تجاهك، فأنت السيد بلا منازع. فبارك لنا في أرواحنا وعقولنا وعواطبنا وكل ما ملكتنا إياه يا ربنا يا ملك الملوك، أمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوانه. الآن إن شاء الله بعجالة مباركة أشير إلى موضوع الرؤيا كما وصلنا أمرها في من خلال حديث النبي الشريف، وهنا أختصر في الكلام بإيراد حديثين صحيحين وجدتهما عند مسلم رضي الله عنه. ماذا يقول؟ عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: معلمنا ومؤدبنا وقائدنا عليه الصلاة والله وسلامه، هذا ما نطق به الصادق الصدوق، إذا رأى أحدكم الرؤيا، مش الصنج سأبري راب كي أتري أبوت البرسوناليتي، تدير إلى quelque chose de très profond dans votre personnalité. إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها، صديري يا bad omen، يعني هي طائر غير مبشر. إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساري ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. شوف قداش فما أمور ممارسة صحيحة. إذا كان أنت حين استفقت من نومك إذرى رؤيا يا نايت مار، يا نوع من الضغط، نوع من القلق الشديد الذي ارتأيته عبر الرؤيا ذيك، هذا تأويلك، هذا أول انطباعك بما حدث في رؤيتك لرؤياك. قولك فليبصق عن يساري، يعني خدر يسارك اللي ممكن ساك في الشيطان pour les équilibrer les personnalités، شادة صحيفة الطريق المشؤوم، الشق المشؤوم، ليفوجير كله مش ديكستروجير، ليفوجير أي ما هو منتسب إلى الشق الأيسر. فما مرض اسمه سينستروس، اللي إنسان حين صاب حتى بحاجة كبيرة كمك شد صحيح في نزاعاته مع التحقيق ومع المحاكم، يقول أنا ضليت في سمعتي، ضليت في راحتي، في تمتعي بكفاءاتي، وأنا مجرد ضليت، وقول أنا أطالب بتعويض ثقيل. هذوما ناس مرضى، ويزم ماذا بيهم يرجعوا ريحتهم ويزيهم من الطمع في الحرام، يعني يتمتع للناس تفيد السينما pour qu'il te donne quelque chose de très fort. Lourd. أنا برشا مال، برشا دولارات، لأنك تعبت المال. دونك أنت باثولوجي. Tu es un cas pathologique. فقال لك الرسول عليه السلام، شوف لي سامبول ثيرابتيك. فليبصق عن يساري ثلاثة. الكلب. أبصق عليه هينو. قال له الكلب اللي هنا. هو اللي تخلى على خط الرؤية متاعك أو الرؤية متاعك. تخلى عليها وطاع صبغة غير انت قابل لتأويلها بالإيجاب. ويقول حديث آخر ربنا نبينا عليه الصلاة والسلام البشرى من الرحمة، هذا بما يخص الرؤيا،
وما هو خبيث من الشيطان. ومما ثالث حالة مما يحدث المرء به نفسه سيدي لبي إفيه أليتا ديفي هي كنت تحدث روحك بينك بين روحك والله شيء والله فاعل ملا وهو قدير علينا الكل والحمد لله بدون استثناء حدث نفسك فينعكس هذا الحديث المتكرر اللي يخفى عن الخلق جميعا إلا على الخالق سبحانه وتعالى حدثت نفسك فينعكس أثناء نومك فترى ما أهمك فيما مضى تعزيم للشيطان ما لا كيفاش يطرد الفعل بحكمة فاعلية ونجع هو أن تبصق ثلاثا إهانة لمصدر هذه الرؤية التي أزعجتك وليستعذ بالله من الشيطان تطلب من الله الحماية يدخلك في حسن الحصين حتى لا يؤذيك هذا التأويل هذاك علاش النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يقول لك إذا كان جات الأنوارية من الرؤية من الرؤى يعني ما تحدث بها علاش على خاطر الشيطان راهو فيها وإذا كان مش تحدث مش تزيد تشيها فعل الشيطان تزيد تبتو فيك أنت وتجاقين اللي مش يقع كذا كذا وزيد تعلي به مرتك ولا والديك ولا أخواتك ولا جارك ولا مش اللي مش تخص عليه ولهذا من الأفضل نصيحة من الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم وبالمؤمن رؤوف الرحيم قالك لا تحدث وبعد ما تستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا وهذا واجب عليك لتحمي نفسك من انعكاسات هذه الرؤية وليتحول عن جنبه الذي كان عليه يعني تحط ديزيكيليب للشيطان بس بعد ما قلب في روعك الصورة دي البغيرة السلبية المخيبة اللي مش تضبط مسارك وتتشوجه قالك بدل لوك الشيطان بعد ما ركز يلقى روحه بل يونسكيف ماوميتان جبت بي بطريقة النبي محمد عليه الصلاة والسلام انت جبت بي تفرش رمال أربعة كاو هذا علاقتنا بالشيطان كاو ايه اوت اوس للوان راوس وحديث آخر كذلك رواه مسلم رضي الله عنه عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤية الصالحة من الله وقال في حديث آخر هي جزء من 46 أو حديث آخر جزء من 49 جزء من النبوة لكن لا يوحى له قرآنا أي لا يصله وحي من الله لأن الوحي تم وختم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام الرؤية الصالحة من الله والرؤية السوء التي تحزن من الشيطان فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا كما قلنا بعث في وجدانك أفكار مدمرة أفكار سوداوية وسالبة لقواك وصفاء كيانك فمن رأى رؤيا فكرها منها شيئا فلينفث مش يبسقنا ينفث جاب العبارة دي عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان لا تضره هذا تأمين من طرف الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لا تضره ولا يخبر بها أحدا كما سبق الحديث عن عدم الإخبار فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب لأنه لا مش حسدوه الناس اللي محبوش مش حسدوه على الرؤيا هي فيها البشائر احنا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام كل من هو في نعمة محسود ورؤيا الصالحة هي نتنعم بها نحن
والرؤية اللي هي تنغص حياة الظالمين وأن الدعوة إلى مسلمين، هذيك نصيبهم في الدنيا أثناء نومهم. كشمار هذاك هو باش ينغص عليك حياتك. وإذا كان جاك كشمار ارفق ارفق بنفسك، قول أنا وين توشي طالع عابد 100% حتى بينو بيموش مهني، هو عمر ما يهنيك ساك. لكن الرؤية ذيك الخبيثة هي تنبيه لك يا فدان، فيق على روحك، راهو انذار من الرحمن. قالك التضغط هذاك أثناء نومك راهو سببه الشيطان عدو مبين، فاحذره من خلال هذه الضغوط اللي هي كابوس، احذره وانطلق نحو الله واتركه لوحده، تهينه وتضعفه وتنزع عنه سلاح الخبيث. نسأل الله السلامة في كل أمورنا، والسلام على من اتبع الهدى.